مساء الخير. الصراع بات علنيا مكشوفا بين الغرب بزعامة الولايات المتحدة والصين. التنافس بات مباشرا في بحر الصين وحرب التحالفات في آسيا باتت تحضر المنطقة هناك كما بقية العالم لخرائط جيوستراتيجية جديدة. غير أن ما يهمنا هو تداعيات صراع القطبين الكبيرين أمريكا والصين على وداخل منطقتنا. في واشنطن منابر تقرأ تراجع الانخراط الأمريكي في ملفات المنطقة، وفي واشنطن أيضا ما يتأمل تمدد شبكات الوصل بين الصين والعالم العربي. الصين حاضرة في شمال أفريقيا تطل من حضورها الوازن في القارة السمراء، لكن الصين حاضرة في علاقات جديدة لافتة مع الدول العربية، لا سيما تلك التي ارتبطت تاريخيا بتحالف مع الأمريكيين. واشنطن تمارس ضغوطا على إسرائيل للحد من علاقاتها المقلقة مع الصين، والإعلام الأمريكي يتحدث عن برنامج صاروخي سعودي يجري إنتاجه داخل المملكة بالتعاون مع الصين. في الضجيج أيضا تعليق الإمارات لصفقة F-35، كما في الإعلان قبل ذلك عن صفقة قرن بين الصين وإيران. على هذا حري مراقبة تطور صراع الصين مع الغرب على وقع حسابات الشرق الأوسط. نقاش أبعاد من بكين مع الصحفي الأستاذ نادي رونغ هوان، ومن الرياض مع المستشار سالم اليامي الكاتب والباحث في العلاقات الدولية، ومن باريس مع الأستاذ في العلاقات الدولية في جامعة باريس الدكتور خطار أبو دياب، ومن عمان مع الأستاذ سامر خير أحمر الكاتب المتخصص في الشأن الصيني، ومن نيويورك نادين ساندرز الصحفية المختصة في الشأن الأمريكي. الصين والغرب حسابات الشرق الأوسط بعد الفاصل. إذن الصين والغرب حسابات الشرق الأوسط، نقاش أبعاد هذا المساء من الرياض بكين عمان باريس ونيويورك بعد هذا التقرير. فيما تؤكد المنابر الأمريكية تخفيف واشنطن انخراطها في الشرق الأوسط، تبدو الصين مندفعة في توسيع وتمتين علاقاتها بدول المنطقة. ولئن تنشط بكين في إبرام الاتفاقات وضخ الاستثمارات مع دول المشرق والمغرب، تراقب الولايات المتحدة الحراك الصيني وتروح تمارس الضغوط على هذا البلد أو ذاك في سعي لتقييد نفوذ الصين في الشرق الأوسط. ومع ذلك فإن الصين باتت الخيار الإلزامي للعواصم العربية لتعويض ضبابية السياسة الأمريكية في المنطقة. تطورت علاقات دول الخليج مع الصين على الرغم مما يربط دول الخليج تاريخيا من علاقات مع الولايات المتحدة. تحدثت تقارير أمريكية عن قيام السعودية بتصنيع صواريخ باليستية بالتعاون مع الصين، وأثارت تقارير أخرى أسباب تعليق أبوظبي لصفقة طائرات F-35 الأمريكية كان لتجنب صراع أمريكي صيني يتعرض لمصالح الإمارات. وبات معروفا كم الضغوط التي مارستها واشنطن على إسرائيل للحد من حجم التعاون العسكري والأمني والاستثماري مع الصين. الصين حاضرة في السودان وأفريقيا، ولها نفوذ داعم لروسيا ودمشق في سوريا. طورت علاقاتها مع مصر والعراق، كما أبرمت صفقة تاريخية شهيرة مع إيران. وإذا ما تأخذ دول المنطقة على واشنطن تخبط سياساتها في الشرق الأوسط بسبب أولوياتها الصينية، فإن سياسة بكين في المنطقة تبقى رمادية تسعى للالتفاف على التناقضات على نحو يجعل من التعاون مع إسرائيل وإيران ودول الخليج كما مع بقية دول المنطقة عملية معقدة وربما انتهازية نفعية. وعلى هذا يجوز طرح كثير من الأسئلة حول فلسفة علاقات الصين مع الشرق الأوسط وماهية وسائلها وأهدافها الحقيقية. أنطلق إلى عمان مع الأستاذ سامر خير أحمد الكاتب المتخصص في الشأن الصيني. أهلا بك أستاذ سامر. لا أعرف إذا كان في مبالغة أن نقول أن هناك صراع يجري حاليا بين الولايات المتحدة والصين في منطقة الشرق الأوسط، رغم أنه كل الصيت والشهرة كانت حول جنوب شرق آسيا، حول العلاقة بين الولايات المتحدة والغرب بمواجهة الصين. هل هذا صراع من الطراز الأول أم أنه ممكن أن يصبح أيضا من المستوى الأول؟ هو في الحقيقة الصراع من الطبيعي أن يكون موجود بين الولايات المتحدة والصين في هذه المرحلة التي قررت فيها الولايات المتحدة
تخفيف حضورها في المنطقة العسكري والسياسي على حد سواء، لأن هذا أولا أثار مخاوف الحلفاء التقليديين للولايات المتحدة، بخاصة مع وجود منافسين إقليميين خصوصا إيران، وأيضا الأمر الآخر أنه أتاح للصين أن تتقدم إلى هذه المنطقة، وهي طبعا الصين منذ عام 2013 بعد إطلاق مبادرة الحزام والطريق هي تتطلع لزيادة حضورها الدولي على المستويين التجاري والعسكري، والآن تتطلع إلى نفوذها السياسي في مختلف مناطق العالم. لكن ربما بدأ الصراع مبكرا في منطقة الشرق الأوسط، لكن هذا لا يعني أن مناطق العالم الأخرى هي بعيدة عن هذا التنافس الأمريكي الصيني، لكن ربما كانت هذه البداية هنا بسبب أن الوجود الأمريكي في الشرق الأوسط هو وجود تقليدي، وعندما تقرر الولايات المتحدة إعادة صياغة وجودها في المنطقة فهذا بالتأكيد سيعني الكثير بالنسبة للأطراف المختلفة المتواجدة. طيب. سامر، نحن نعرف طبعا يعني تاريخ الولايات المتحدة بالمنطقة، لكننا لا نعرف كثيرا تاريخ الصين مع المنطقة، وهو تاريخ حديث. كان هناك يعني حضور في شمال أفريقيا، حضور في السودان في مرحلة ما، حضور في إسرائيل، حضور حاليا في منطقة الخليج. هل هذا يتأسس على فلسفة سياسية معينة، أم أن الموضوع فعلا تجاري بزنس وكل ذلك؟ يعني هي الصين، دعنا نفهم أن الصين بعد عام 1978 بعد إطلاق الزعيم دينغ شياوبينغ خطة الإصلاح والانفتاح التي بنت كل هذا النهوض الصيني المعاصر الاقتصادي والتنموي وثم السياسي، منذ ذلك التاريخ الشعار الأيديولوجي هو مجرد شعار. يعني في الحقيقة الممارسات الصينية كلها هي ممارسات براغماتية مبنية على المصالح السياسية وعلى التطلعات الاقتصادية. لذلك بداية الاهتمام الصيني في منطقة الشرق الأوسط بعد، يعني أتحدث هنا بعد مرحلة ماو تسي تونغ، بعد المرحلة التي كان هناك صداقة تقليدية بين الصين والدول العربية خصوصا مصر في عهد الرئيس جمال عبد الناصر، يعني بعد مؤتمر باندونغ وتأسيس منظمة دول عدم الانحياز. نتحدث عن مرحلة لاحقة هنا، عن مرحلة تغير السياسة الصينية في العالم من سياسة تتبنى الأيديولوجيا إلى سياسة تتبنى البراغماتية والتطلع للمصالح الاقتصادية والتنمية المحلية. بعد هذه المرحلة الاهتمام الصيني بالمنطقة مبني على بعدين في الحقيقة. البعد الأول هو النفط، لأن دولة تتقدم صناعيا بسرعة هائلة مثل الصين وليس لديها موارد كافية من النفط، لابد أن تهتم بالمناطق في العالم التي يوجد فيها النفط، وكان هذا سر اهتمامها بإفريقيا يعني في المراحل المبكرة. الآن التقارب مع دول الخليج النفطية برضو يعني هو بسبب هذا الموضوع، ومع إيران أيضا الاتفاق الأخير بين إيران والصين، الاتفاق لمدة 25 سنة، اتفاق الشراكة الاستراتيجية، هو طبعا الهدف الرئيسي للصين كل الاهتمام في هذه المنطقة، الموضوع الأساسي هو النفط. الموضوع الثاني، وهنا تدخل إسرائيل على الخط، العلاقة الصينية الإسرائيلية هي طبعا لأن الصين طريقتها في تطوير صناعاتها في التحول من دولة نامية إلى دولة صناعية هي في استخدام التكنولوجيا الغربية المتطورة وتقليدها وتطويرها. هذا ما فعلته الصين مثلا في موضوع وسائل النقل، يعني السيارات والقطارات. الصين الآن من أهم الدول المنتجة لوسائل النقل المتميزة، يعني بعد سنوات طويلة من إنتاج البضائع الرخيصة وذات الجودة المنخفضة، الآن الصين بعد عام 2010 هي من أهم منتجي السيارات والقطارات ووسائل النقل الحديثة. هذا الآن برضو هو نفس الطريقة في المسائل العسكرية. دعني أناقش معك سامر أكثر من ذلك، يمكن لاحقا نحاول ماذا تريد الصين من هذه المنطقة وما هو مسموح ومتاح للصين أيضا. ربما هذا السؤال أنطلق به إلى باريس مع دكتور خطر أبو دياب، أستاذ العلاقات الدولية في جامعة باريس. لدينا شعور بأن الصين تتقدم حيث تنسحب الولايات المتحدة، بمعنى عندما يكون هناك خطوط حمر فيتوقف هذا التقدم. هل هذا صحيح، بمعنى أن الصين في الشرق الأوسط ليست عدائية بما فيه الكفاية لتكون ندا للولايات المتحدة؟ أحييك دكتور محمد، أحيي فريق العمل في قناتكم الموقرة والمحاورين الكرام وكل من يتابعنا. أغتنم الفرصة بمناسبة بدء العام الجديد لأتمنى للجميع عاما طيبا ومثمرا قدر الإمكان. شكرا. الأهم نعم أن الصين في كل العالم يعني لا تعتمد كثيرا على القوة الفضة،
تعتمد على القوة الناعمة وتعتمد على الاختراق، وهي في مسار تسلسلي. منذ العام 2008 بدأت في التحول من قوة صامتة إلى قوة مؤثرة إلى قوة أساسية، وصل بها الأمر الآن في العقد الثاني من القرن العشرين لكي العقد الثالث لكي تحاول أن تنافس الولايات المتحدة على مركز القوة العظمى في أواخر 2020 أو 2030. إذن الصين ضمن الثلاثي العالمي الأقوى، أي الولايات المتحدة وروسيا والصين، وفي الشرق الأوسط بالذات كان حضورها في الماضي على أيام ماو وعلى أيام الصين الشعبية متواضعا. يعني أول دورة اعترفت بالصين كانت مصر عبد الناصر، كانت هي المقدمة، مع الجزائر كان هناك علاقات تاريخية، وحديثا بعد البركمتيجية الصينية الكبرى العلاقات مع الجميع، مع إسرائيل كما مع إيران، مع المملكة العربية السعودية كما مع دولة الإمارات العربية المتحدة، وحتى مع تركيا في فترة ساءت العلاقة وعادت وتحسنت. إذن الصين تحاول، نعم، الاختراق من دون عدائية، تحاول، لا أقول تحاول التسلل، تحاول اعتماد أسلوب السلحفات ضمن خطط الحزام والطريق، تحاول من خلال باب الاقتصاد والمصالح النفعية التقدم، الإيديولوجيا تلعب دورا كبيرا، تحاول إرساء معادلة رابح رابح. هي تعلم جيدا وبالرغم من كل الكلام عن الانسحاب والتراجع الأمريكي أن واشنطن لا تزال قوة عالمية عظمى في الشرق الأوسط أيضا، وأن أوروبا لها مصالحها، وأن روسيا منذ نجاحاتها في سوريا أخذت تتركز في الشرق الأوسط، لذلك هي تفهم أن هذا الميدان ليس ذاك الميدان الحر المتسع لها لوحدها، تحاول إذن بناء شراكات وتحاول تنويع هذه الشركة. تماما، دعني أفهم دكتور خطار، لأنه مهم جدا أنها تحاول حتى الآن، ربما سنقول إذا كانت هذه المحاولة ناجحة أو لا، لكن بهمني جدا أن أذهب إلى بكين إلى الأستاذ نادي رونغ هوان وهو صحفي من بكين لنفهم أكثر ما إذا كانت الصين تولي اهتماما خاصا للشرق الأوسط، هل هو أساس في السياسة الخارجية الصينية، وهل ممكن للصين أن تكون أكثر اندفاعا لإقناع دول المنطقة بأن تكون أو تحاول أن تكون بديلا لهذا الانسحاب المزعوم للولايات المتحدة من المنطقة؟ نعم، مرحبا بكم. فإن سيادة الصين في الشرق الأوسط يمكن أن نرى هناك تطور كبير للعلاقات بين الصين ودول الشرق الأوسط في السنوات الأخيرة، وهناك زيارات متبادلة رفيع المستوى بين الجانبين، وكذلك الصين تلعب دورا مهما في إعادة الإعمار في الكثير من دول المنطقة، وكذلك هناك مشاريع كثيرة في منطقة الشرق الأوسط. فهناك يعني هناك أيضا في سياسة خارجية صينية هناك اهتمام بالدول الشرق الأوسط، ويمكن أن نرى هناك دور بناء في تسوية النزاعات في الشرق الأوسط وللصين، وكذلك هناك التعاون حاليا لا يقتصر على التعاون الاقتصادي فقط، فهناك تعاون الأمني والسياسي والثقافي، يعني هناك تطور كبير تمام. أستاذ نادر، كيف يمكن أن تقنع دول المنطقة، أن تقنع الصين دول المنطقة بسياسة الصين في هذه المنطقة وهي تنسج علاقات مع إيران، مع إسرائيل، مع الدول العربية، وأنت تعرف طبعا يعني حالة التناقضات الحاصلة في هذه المنطقة، هل بإمكان هذه المنطقة أن تثق بسياسة صينية تعتمد على البزنس؟ يمكن أن نرى أن الصين يعني في سياستها الخارجية لا تتدخل يعني في شؤون داخلية للدول الأخرى، فهو الصين
يعني تلتزم بمبدأ التعايش السلمي والتعاون وفوز المشتركة في التعامل مع جميع الدول في الشرق الأوسط. ولذلك يعني كسبت الصين يعني التعاون في مع يعني جميع الدول في المنطقة، ومهما كان الخلافات بينهما، فأعتقد هذا التوازن والتعاون وكذلك الفوز المشترك جعل الصين يعني أكثر يعني نشاطا في الشرق الأوسط. وهناك أيضا التوازن بين هذه العلاقات بين هذه الدول، ولكن الصين دائما تسعى إلى المنفعة المتبادلة وليس الهيمنة، ولا تفرض آرائها ويعني قيمها أو سياساتها على الدول المنطقة. وهذا من يعني جعل الصين نجحت في تطوير العلاقات بين مختلف الدول في الشرق الأوسط. تمام، وخصوصا اللافت في الموضوع هو علاقات الصين مع دول يفترض تاريخيا انها كانت على علاقه استراتيجيه مع الولايات المتحده، ربما الخليج اساسا. فانتقل الى الرياض مع المستشار دكتور سالم اليامي الكاتب الباحث في العلاقات الدوليه. كان لافت جدا ان الاعلام الامريكي هو من كشف او من ذكر ان هناك برنامج صاروخي سعودي، هناك برنامج يعني تصنيع صاروخي في السعوديه بالتعاون مع بكين. إلى أي درجة أولا السعودية تثق بالشراكة مع الصين بعد كل هذا التاريخ من الشراكة مع الولايات المتحدة؟ وإلى أي درجة أيضا بإمكان هذه الدول بما فيها السعودية أن تتحمل هذه الضغوط التي أصبحت ظاهرة وربما بمزدوجين وقحة من واشنطن على الدول التي تتعامل مع الصين؟ بسم الله الرحمن الرحيم، وحييك أخي الكريم، وحيي السيدات والسادة المشاهدين، أحيي أيضا السادة الضيوف من كل مكان. يعني هو سؤالك لأكثر من شق، يعني الشق الأول فيه دعني يعني أقول لماذا أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية وعبر وسيلة إعلامية أمريكية عن هذا التعاون السعودي الصيني. أنا أعتقد أن التوقيت مهم جدا، ويعني هو توقيت تشهد فيه العلاقات السعودية الأمريكية يعني نوعا من الفتور، نوعا من الظلال، ليست في أحسن حالاتها، ليست في أحسن أوضاعها التقليدية التي دائما طالما وصفت بالتاريخية وبالاستراتيجية. هذه ربما جزئية. الجزئية الأهم في تقديري في سؤالك، وهو كيف تثق المملكة في الصين بعد هذه السنوات. أنا أعتقد أن المملكة يعني بعد زي ما تفضلت، مثل ما تفضلت في سؤالك عن علاقات استراتيجية مع الولايات المتحدة الأمريكية، المملكة العربية السعودية فهمت في مرحلة من مراحل العلاقات ربما قبل عقد من الزمن إذا لم تخني الذاكرة، أن الولايات المتحدة الأمريكية ممكن أن يكون حليف لكن لا يمكن أن يكون شريك استراتيجي، أو أنه بدل أو غير أو عدل من تفضيلاته في توجهاته للمنطقة. وهذا قرأناه في السياسة السعودية في الفترة الأخيرة لرئاسة السيد أوباما. لذلك السعودية بدأت منحة، ولعلها ليست السعودية فقط، حتى دول الخليج يعني بدأت تبحث عن شراكات جديدة، الجانب الروسي، الأوروبي، الجانب الصيني. الشيء الآخر يعني ما تبحث عنه المملكة خاصة عن تقوية دفاعاتها الداخلية وجدته مع الجانب الصيني. ولعلكم تعرفون جميعا أن التعاون السعودي الصيني خاصة في مجال هذه الصواريخ وفي مجال هذه الأسلحة وصيانتها وتطويرها، وأنا لست عسكريا، هو يعني كان موجود أو كان بذرته كانت في ثمانينيات القرن الماضي. ما يحدث اليوم هو حالة من التطوير، حالة من التعزيز، حالة من تأكيد القوة. يعني وأنا أعتقد الصين اليوم تحظى بمكانة يعني جيدة في منطقتنا، منطقة طيب. الشرق الأوسط. لكن سعادة المستشار، في هناك صراع واضح جدا، يعني على الأقل أنت أشرت إلى موضوع أن وسيلة إعلام الأمريكية تتحدث عن الموضوع، وهذا يعني له تفسير. أيضا في بعض التفسيرات التي قالت أن الإمارات عندما علقت صفقة الأف 35 كانت لا تريد صراعا أمريكيا صينيا بملف إماراتي معين. سأسألك عن الموضوع لاحقا، لكن أريد أن أفهم أيضا مدى إيمان المنطقة بأن الصين بإمكانها أن تكون فعلا دولة
داعمة في السياسة عندما تقوم بتحالف مع إيران ومع إسرائيل ومع دول عربية متناقضة. كيف يمكن يعني صياغة ذلك في علم الاستراتيجية بعد الفاصل؟ طبعا الصين والغرب، حسابات الشرق الأوسط، نقاش أبعد بهذا المساء. نحن في القسم الثاني. أستاذ سامر خير أحمد من عمان، طبعا الولايات المتحدة يتسرب كثير من الأنباء حول ضغوط تمارس على هذه الدولة أو تلك، على الأقل عرفنا أن هناك ممارسة ضغوط مباشرة كانت على إسرائيل، وكان يعني مسؤولين أمريكيين زاروا إسرائيل لهذا الغرض بالذات. هل برأيك الولايات المتحدة تسمح بمساحة صينية معينة، ولكن ما هي المساحة التي لا تسمح بها، وبالتالي سيكون هناك هذا الاحتكاك الصيني الأمريكي في المنطقة؟ هي الضغوط الأمريكية على إسرائيل بشأن التعاون العسكري مع الصين بدأت مبكرا منذ التسعينات، عندما تم تسريب أخبار عن صفقات عسكرية بين الطرفين استطاعت بموجبها الصين أن تحصل على تكنولوجيا أمريكية عسكرية. لكن في السنوات الأخيرة طبعا تزايدت هذه الضغوط، لأن التعاون الصيني الإسرائيلي أخذ بعدا يفيض عن التعاون في مجال الأسلحة العسكرية، وإنما أخذ أيضا تعمق في المجالات الاقتصادية التي تخشى الولايات المتحدة أن تستعملها الصين من أجل الحصول على معلومات أمنية بشأن إسرائيل وبشأن طبعا القوات الأمريكية التي تقترب من إسرائيل. فالضغوط الأمريكية الآن ليست فقط هي ضغوط خارجية مباشرة، أقصد يعني زيارات مسؤولين أمريكيين على إسرائيل إلى إسرائيل من أجل حثها على الامتناع عن إبرام صفقات مع إسرائيل في الجانبين العسكري والاقتصادي، وإنما أيضا هناك أصوات إسرائيلية من الداخل وخاصة من المؤسسات الأمنية الإسرائيلية تطالب المسؤولين السياسيين بالحذر من بناء علاقات اقتصادية متينة مع الصين، خشية طبعا تمكن الصين من خلال مشاركتها في مجالات البنى التحتية من الوصول إلى معلومات أمنية حساسة. ولذلك مؤخرا في إسرائيل تم إنشاء مجلس من أجل دراسة الاستثمارات الخارجية قبل إقرارها وقبل الموافق عليها، طبعا هو أمر موجه للاستثمارات الصينية خاصة في مجالات البنى التحتية. فالموضوع إذن كمان معقد أكثر. لماذا؟ لأنه هذه المساهمات الصينية في المجالات الاقتصادية، في مجالات البنى التحتية، في شبكات النقل في إسرائيل، تجعل أيدي إسرائيل مكبلة عن مهاجمة إيران يعني في لحظة ما، بسبب أيضا الشراكة الصينية مع إيران، لأن الشراكة الصينية مع إيران هي بشكل أساسي في مجال البتروكيماويات والنفط والغاز، يعني هذه المنشآت الحيوية الإيرانية لن تتمكن إسرائيل من مهاجمتها في لحظة ما إذا أرادت ذلك، لأن الصين هي التي تستثمر بها وتسيطر عليها، وبالتالي يمكن أن تغضب الصين التي لديها استثمارات هائلة، يعني استثمارات كبيرة. ولو بشكل سريع أستاذ سامر، لأنك أشرت لموضوع مهم بين الجانبين. تمام، أشرت لموضوع مهم، هو أنه الصين لديها علاقات مع إسرائيل وسيكون لديها علاقات مع إيران، فهذا سيمنع إسرائيل من مهاجمة إيران، وربما إسرائيل غير مهتمة أساسا بغضب الصيني إذا كان لديها كل هذا يعني الحلف الأمريكي الغربي. يعني هو في الآخر ما فيش طرف ممكن أن يحتكر الصين، والعلاقات التي يعني مع الصين سواء بالنسبة للدول الخليج العربي أو بالنسبة لإسرائيل هي ليست علاقات حلفاء استراتيجيين مثل العلاقات المبنية مع الولايات المتحدة منذ عقود طويلة. بالتأكيد الصين لديها اهتمامات تجارية وأمنية في كل مكان في العالم وفي مناطق الشرق الأوسط التي هي على خلاف فيما بينها مثل إيران وإسرائيل ودول الخليج، ولكن مع ذلك تبقى الشراكة أو العلاقة مع الصين من هذه الدول كلها ليست علاقات استراتيجية عميقة، وبالتأكيد ولا واحدة من هذه الدول في الخليج العربي أو في إسرائيل يمكن أن تغضب الولايات المتحدة من أجل بناء علاقة مع الصين، ولا حتى في مجال تصنيع الصواريخ الباليستية ولا وجود صفقات الطائرات ولا أي شيء آخر.
طيب دكتور خطار أبو دياب، أنا أريد أن أذكر فقط شهادي لزيارة لأحد المسؤولين العرب عندما زار الاتحاد السوفيتي، عندما كان اتحادا سوفيتيا سمع عبارة في موسكو تقول أنه أنتم العرب عندما تتحدثون عن العلاقات الاستراتيجية مع روسيا أو مع الاتحاد السوفيتي هذا كلام خطأ، أنتم تحاولون التقرب من موسكو لكي تستدرجوا واشنطن، هل هذا ما يحصل حاليا مع الصين؟ يعني بالفعل هذا الكلام ربما فيه منطق، يعني البعض ربما يفتش عن شراكات لتحسين موقعه مع الولايات المتحدة الأمريكية، لكن تطور الفهم الاستراتيجي عند الكثير من الدول العربية، أصبحت مدركة فعلا بأن واشنطن يمكن أن تستغني عن حلفائها بسهولة، هناك تجارب مريرة حصلت حتى الآن مع واشنطن، ولذلك هناك وعي إضافي الآن من مصر إلى العربية السعودية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة حتى دول كثيرة في الإقليم، حتى إسرائيل علي أن أذكر عندما بنت علاقتها مع الصين على أيام الإصلاح الصيني الذي أتى إلى إسرائيل وزارها، كان وراء ذلك تهريب تكنولوجيا متطورة إلى الصين، وهذا أغضب الولايات المتحدة الأمريكية، يعني كان نوعا من عربون، من نوعا من تقديم نوع من استدراج عرض إسرائيلي لكي تخترق إسرائيل النسيج أو تتمكن من التواجد في الصين. أما أن تؤثر الصين على إسرائيل في موضوع إيران، على ما يبدو الجانب الإسرائيلي كما يأخذ إذن روسيا وبالنهاية تغاضي روسيا عما يقوم به في سوريا، أعتقد من هذه الناحية الصين لا تقيد لا الخيارات الاستراتيجية لا لإيران ولا لإسرائيل. أما مع العربية السعودية صانع أول علاقة ما بين الصين والمملكة، وهذا أغضب كثيرا واشنطن، كان السفير الأسبق في واشنطن الأمير بندر بن سلطان الذي قام بزيارة سرية إلى الصين ورتب أول صفقة صواريخ إلى الصين في ثمانينات القرن الماضي. وأعتقد من ناحية عملية الآن إذا نظرنا إلى الخريطة الاقتصادية، إلى أين تصدر دول الخليج العربي الطاقة؟ تصدرها أساسا نحو آسيا، نحو الصين، نحو الهند، نحو اليابان، نحو هذه الدول هي الآن الدول المستهلكة الكبرى. ولهذا حتى الصين الاحتياط الاستراتيجي الصيني الآن، وبالرغم من أنها تشتري الآن نفط رخيص إيراني تستفيد من ذلك نتيجة الحصار على إيران، لكن الصين غالبية احتياطها الاستراتيجي يأتي الآن من المملكة العربية السعودية. إذن هناك أسس لهذه العلاقة، ومن هنا مصلحة العربية السعودية ألا ومصلحة الصين، مصلحة الصين عفوا، ألا يحصل احتكاك في الإقليم، لأن ذلك بالنسبة للدولة الصناعية الأولى في العالم يمكن أن يمس إمداداتها في الطاقة، ومن هنا يمكن أن تلعب دورا أقوى في تسوية النزاعات ودورا أنشط، وهذا سيتوقف على تطور الوضع في الإقليم في المرحلة القادمة. تمام، دعني أسأل أستاذ نادر رونغ هوان في بكين حول هذه المسألة، هل الصين تريد أساسا أن تلعب دورا سياسيا في هذه المنطقة، دورا في تسوية النزاعات؟ وسؤال مباشر له علاقة بما يجري خلال هذه الأيام، إيران على خلاف مع دول الخليج والدول العربية على خلاف مع إسرائيل، فيما الصين موقفها من إيران في موضوع البرنامج النووي داعم لإيران، كيف يمكن إدارة هذه الأزمة؟ نعم، الصين مع تأثيراتها يعني تطور تأثيراتها تريد أن يعني تلعب دورا بناء في تسوية النزاعات. مثلا يمكن أن نرى في العام الماضي هناك زيارة لوزير الخارجية الصينية لستة الدول في منطقة الشرق الأوسط بما في ذلك السعودية والإمارات والبحرين وتركيا وإيران، ولكن الصين هو دائما تتمسك بمبدأ يعني عدم التدخل في الشؤون الداخلية في المنطقة، ودائما تتمسك بأن
النزاعات في المنطقة يجب أن يعني يجب حلها عبر التشاور أو عبر الحوار بين دول المنطقة، وأن الشعب الشعوب في المنطقة هم سادة البيت، ولا يجب التدخل القوى الخارجية في شؤون أو في تقرير مصير الدول والشعوب في المنطقة. والصين كذلك تدعو إلى روح الاستقلال يعني لهذه الدول، ولا تسعى إلى كسب نفوذها في المنطقة. ولذلك نرى أن هنا سياسة الصين في هذه المنطقة، هناك ترحيب من قبل الشعوب في هذه المنطقة، وهناك الصداقة التقليدية بين الصين ودول غرب آسيا وشمال إفريقيا، وكذلك هناك تطور سريع للعلاقات بين الصين ودول الخليج، وكذلك حتى مع إسرائيل، وهناك علاقة التعاون بين الصين وبينها. فلذلك الصين فقط تريد الحفاظ على العدالة والإنصاف في المنطقة، والحفاظ على الاستقرار والسلام في المنطقة. تمام. حضرة المستشار في الرياض الدكتور سالم اليامي، عندما يتكلم الطرف الصيني، هناك وثائق صينية في هذا المجال تتحدث عن عدم التدخل في شؤون دول المنطقة. لا أعرف إذا حضرتك أولا توافق أن الصين تتدخل، وبالتالي موقفها في إيران وموقفها في سوريا وتدخل لصالح هذا البلد أو ذاك. ثانيا، هل دول الخليج خصوصا ألا تحتاج إلى موقف صيني أكثر وضوحا من صراعات المنطقة؟ يعني بالنسبة لقضية التدخل، يعني الكل في الحقيقة، يعني كل دول العالم كوحدات سياسية ومنضوية تحت لواء الأمم المتحدة، تعلن أنها لا تتدخل، لأن يعني التدخل في شؤون الدول الداخلية أحد البنود التي نهت عنها ميثاق الأمم المتحدة. لكن يعني ما يحدث في الحقيقة في طبيعة العلاقات الدولية، ونحن كدارسين لهذه العلاقات، هناك محاولة لكسب ثلاث نقاط رئيسية، يعني كسب النفوذ هذا رقم واحد، ثم يعني تحصيل المصالح المادية بمعنى الاستفادة من الثروات، وهناك يعني أيضا من الأشياء التي تبحث عنها أي قوة كبرى، يعني تغادر محيطها لمحيطات معينة، أيضا تبحث عن تغيير الهوية في تلك المنطقة بما يناسبها. الصين ليس بدعا من دول العالم، الصين تحاول في الحقيقة يعني الحصول على يعني شيء من خيرات هذه المنطقة. الصين أيضا تحاول أن تكسب نفوذا، لأنها ترى أن هناك نفوذا أمريكيا أو أوروبيا ربما بدرجات متفاوتة يتآكل أو يتقلص أو لم يصبح كما كان في السابق. جزئية العلاقات مع الجميع، هل دول الخليج تريد أن يكون هناك دورا للصين في مواجهة إيران؟ يعني أنا أعتقد أن العقيدة السياسية الخارجية، بنية ذهنية السياسة الخارجية الصينية، وهي تقريبا مشابهة للذهنية الروسية، تعتمد على ما يسمى بالصداقة مع الآخرين، الصداقة مع الكل، بمعنى رغم أن الثقافة الغربية تقول صديق الكل ليس صديق أحد، لكن الوضع الصيني والروسي يعني في بنيتهم السياسية لمنطلقات أو لأهداف السياسة الخارجية كما بنيت في من المؤسسين، أنا أعتقد أنها يعني ترحب بأن يكون هناك علاقات مع الجميع. الشيء الآخر، وهذا ما أعتقده أنا أعتقد أن دول الخليج تحاول بقدر الإمكان الاستفادة من هذه العلاقات المتوازنة أو الجيدة أو الطيبة للصين مع كل الأطراف، خاصة مع الطرف الإيراني، يعني خلق حالة من التهدئة، لأنه لا دول الخليج تريد أن يكون هناك مواجهة أو صراع عسكري مع إيران أو مع غيرها، وإيران أيضا ستكون خاسرة كبيرة إذا ما يعني حاولت تجريب السلاح أو الحرب مع دولة خليجية أو حتى مع أي دولة في المنطقة، سواء تركيا أو إسرائيل على سبيل المثال، لأنه يكفيها التجربة المريرة عندما قامت ما يسمى بالثورة الإسلامية في إيران، كان لها تجربة مريرة مع الجانب العربي بين قوسين نظام البعثة الذي كان يقوده صدام حسين في العراق، وثمان سنوات كانت عجاف على الإيرانيين، وخسروا
يعني علاوة على ملايين من ذهبوا أمواتا يسمونهم شهداء، أنا لا أعرف هل هم شهداء أو لا، لكن هم الملايين فقدوا حياتهم في الحقيقة، وخسرت مليارات الدولارات لشراء وتأمين الأسلحة. تمام. على مدى سعادة المستشار، أنا أريد أن أفهم أيضا في منك بالقسم الأخير أيضا، يعني دول الخليج والدول العربية إلى أي مدى لا يمكنها الذهاب بعيدا في تعاونها مع الصين؟ ما هي المحددات المحلية ومحددات الضغوط الخارجية أيضا؟ أريد أيضا أن أشكر دكتور خطار أبو دياب الأستاذ العلاقات الدولية في جامعة باريس، كان معنا هذا المساء من باريس، شكرا جزيلا. نتوقف مع فاصل قصير، نعود بعد قليل نفهم أكثر الموقف الأمريكي مع ضيفتنا من نيويورك نادين ساندرز. الصين والغرب، حسابات الشرق الأوسط، نقاش أبعد لهذا المساء، نحن في القسم الثالث والأخير. مجددا الأستاذ سامر خير أحمد من عمان. أستاذ سامر، من خلال احتكاكات متعددة لبعض الدول العربية التي يعني لطالما كانت على خلاف، دعني أقول على برودة، مع الإدارات الأمريكية سواء الإدارة السابقة أو الإدارة الجديدة، هل تشعر أستاذ سامر أن المنطقة أصبحت أكثر جرأة في أن ترد أي ضغوط أمريكية متعلقة بأي تعاون جديد بين هذا البلد أو ذاك مع الصين؟ يعني هي الدول الحليفة تاريخيا للولايات المتحدة في المنطقة، في الحقيقة يعني هي التي تشعر بالخسارة من إعادة الإدارة الأمريكية الأخيرة صياغة وجودها في منطقة الشرق الأوسط وليس العكس. فبالتالي الموضوع لا يتعلق بجرأة هذه الدول على الاقتراب من الصين بقدر ما هو محاولة منها لتعويض التراجع الأمريكي إن صح التعبير. هو ليس تراجع، هو في الحقيقة إعادة صياغة الوجود الأمريكي في منطقة الشرق الأوسط. فلذلك الاقتراب من الصين، ما يزال الاقتراب العربي من الصين لم يأخذ صيغة الاقتراب الاستراتيجي أو التحالف الذي يمكن أن ينعكس إيجابيا على التطور الحضاري لهذه المنطقة وتحولها مثلا من دول نامية. أنا فقط أستاذ سامر عندما تكلمت عن الجرأة، لأن هنا في بريطانيا كانت الحكومة البريطانية وبرئاسة بوريس جونسون الذي كان صديقا شخصيا لدونالد ترامب، كانت قد عقدت يعني صفقة عملاقة بموضوع الجي 5، وعندما أتى ترامب إلى المنطقة ضغط إلى أوروبا، طبعا ضغط على البريطانيين وانسحبت بريطانيا العظمى انسحبت من هذا الاتفاق. ومع ذلك هناك أنباء عن أن الإمارات مثلا حتى الآن ما زالت تواجه ضغوطا في هذا الشأن وما زالت متمسكة بعقد الجي 5. هل هذه نماذج مثلا؟ يعني أنت تعرف أن طبيعة العلاقة الأمريكية مع بريطانيا ليست مثل طبيعة العلاقة الأمريكية مع دول يعني أقل تأثيرا وأقل حضورا عالميا في منطقة الشرق الأوسط. يعني بالتأكيد التأثير الأمريكي على بريطانيا كحليف استراتيجي، والموضوع له علاقة يعني بالحضور العالمي وبحلف الناتو وإلى غير ذلك، ليس مثل العلاقة الأمريكية مع أنظمة يعني اعتمدت تاريخيا في استقرارها لنقل ذلك بصراحة على الدعم الأمريكي. فبالتالي ما تزال تطلع للولايات المتحدة باعتبارها الحليف الاستراتيجي الرئيسي الذي لا يمكن تعويضه، والذي لا تريد منه طبعا أن يغير صيغة وجوده في المنطقة. وفي الحقيقة ربما يصح شيء من اللي تفضلت في حضرتك في بداية الحلقة من أنه الاقتراب العربي من الصين الآن ربما لتحذير الولايات المتحدة أو طمعا في إغراء الولايات المتحدة بالعودة إلى الصيغة القديمة من التحالف ومن الشراكة. هذا طبعا يعني أحد الاحتمالات الكبيرة في الموضوع. والاحتمال الآخر أن الاقتراب من الصين هو يعني من أجل تعويض يعني شيء من هذا التغير الحضور الأمريكي في المنطقة، لكن من دون القطع مع الولايات المتحدة طبعا ولا إغضابها بالتأكيد، ولا بناء صيغة جديدة يعني تتجاوز حدود الصفقات والمصالح الاقتصادية أو التجارية إن صح التعبير مع الصين. الموضوع ليس أكثر من ذلك. يعني التحالف أو الاقتراب العربي خاصة دول الخليج العربي من الصين ليس اقترابا استراتيجيا وليس تحالفا عميقا، هي مجرد صفقات وتبادل المنفعة مرحلية، سواء من أجل إغراء الولايات المتحدة بإعادة صياغة حضورها على الطريقة القديمة في المنطقة، أو من أجل تعويض هذا التغيير الطفيف في الحضور الأمريكي في المنطقة.
أنتقل إلى نيويورك مع الأستاذة نادين ساندر، صحفية متخصصة في الشأن الأمريكي. أستاذة نادين أهلا بك. طبعا النقاش الدائم حول هذا الصراع المحتمل ما بين الولايات المتحدة، ما بين مصالح الولايات المتحدة ومصالح الصين في منطقة الشرق الأوسط. هناك كلام أمريكي أن واشنطن تنسحب شيئا فشيئا من ملفات المنطقة، وبالتالي إلى أي حد هي ستسمح أو هي ستجابه أو هي ستحتك بأي تقدم صيني في هذه المنطقة؟ أهلا بك ومشاهدين. يعني انسحاب الولايات المتحدة الذي يتحدث عنه في المنطقة، أنا لا أعتقد بأنه بالفعل محاولة انسحاب، إنما مشاغل أو القضايا التي تشغل الإدارة الأمريكية حاليا في بعد عهد ترامب وفي إدارة بايدن هي كبيرة لدرجة أن تؤجل الولايات المتحدة الأمريكية بعض الأزمات في الشرق الأوسط إلى وقت آخر، وتركز الآن على المواضيع الكبرى التي تهم الولايات المتحدة، وخصوصا أن الأزمات التي موجودة في الشرق الأوسط هي أزمات عالقة منذ سنوات وليست حديثة العهد، وكلما كانت الأزمة حديثة كلما كانت معالجتها أسهل، أما عندما تمتد وتبقى عالقة لسنوات وتصبح كالمرض المزمن صعب معالجته. أما بالنسبة للتجاذبات بين الولايات المتحدة والصين وطريقة تعامل الشرق الأوسط مع الصين، فبالفعل هي مصدر قلق للولايات المتحدة، لأن بالتأكيد الولايات المتحدة هي لا ترغب بالتمدد الصيني بهذه الدرجة، وخصوصا أن كثير من الدول العربية هم حلفاء أساسيون أو حلفاء ترتكز عليهم الولايات المتحدة في منطقة الشرق الأوسط، وهناك تبادل سواء دبلوماسي أو عسكري أو تجاري مهم جدا لا يمكن تجاوزه. إنما المواضيع ربما هي فقط مؤجلة، ونرى أنا أن موضوع أستاذ نادين، هل هناك نقاش في الولايات المتحدة في الكونغرس بين الحزبين الرئيسيين حول أن الولايات المتحدة عندما تنسحب بهذا الشكل من المنطقة وتسحب ضمانات الأمنية أيضا لبلدان كثيرة في المنطقة، فهي تبرر لدول المنطقة أن تندفع إما باتجاه بكين إما باتجاه موسكو أو حتى بدائل أخرى؟ بالطبع هذا موضوع يتم تفاهمه من قبل الإدارة الأمريكية، ولكن ليس بالدرجة، لا يتم التفاهم بالدرجة التي تسمح بأن يتم تعاون شامل أو تعاون يهدد مصالح الولايات المتحدة مع دول منافسة لها أو دول تحتك معها الولايات المتحدة في مواضع كثيرة. وهل يتم الحديث عن ذلك في الكونغرس أو بين الحزبين؟ بالطبع هذه مواضيع هي أحد يعني عدة مواضيع يناقش بها بين الحزبين، ومنهم من يؤيد ومنهم من يعارض، ولكن نرى أن السياسة بشكل عام الأمريكية حتى الآن تبقي هذه المواضيع مؤجلة وتضع على قائمتها موضوع إيران مثلا، لأن موضوع إيران بدأ أصبح موضوع أقليمي، لم يعد موضوع يختص فقط بالشرق الأوسط وإنما بالإقليم وبالعالم ككل. أما عن كيف ستعامل الولايات المتحدة فيما بعد هذه المواضيع، بالطبع سوف تهتم بها اهتماما يعني سنلاحظه في الأيام أو الفترات القادمة، وإنما حتى يتم إبرام العقد أو التعاقد مع إيران أو الاتفاق مع إيران حول الموضوع النووي، أعتقد أن هذه أمور تبقى مؤجلة إلى حد ما، ليس ما يتبين كيفية الخط الذي يجب أن تسيره الولايات المتحدة في المنطقة. نرى الآن أن هناك غض النظر من الولايات المتحدة عن هذه التعاقدات، واحتمالية مثلا عندما نسمع أن أحد الدول العربية تحاول أن تحصل على تسليح معين من مثلا من دولة كالصين في مواجهة إيران، نرى أن هناك غض النظر عن هذا الموضوع تفاهم مبدئي ريثما تتم إبرام اتفاقات معينة مع إيران حول هذه الشائكة الأساسية في المنطقة. تماما. إلى بكين مع الأستاذ نادر رونغ هوان. أريد أن أفهم منك أستاذ نادر حول الموقف الصيني. نحن نعرف أن الولايات المتحدة، إسرائيل، أوروبا، بريطانيا هنا، فرنسا، الجميع قال أننا لن نسمح لإيران بأن تحصل على السلاح النووي. ما هو الموقف الصيني في حال، هل تدعم الصين أن تمتلك إيران قنبلة نووية؟ وهل الغريب بالموضوع أنه لماذا هذا الهلع الغربي وليس هلع صينية مثلا؟ طبعا الموقف الصين تجاه الأسلحة النووية هو يعني الحظر، يعني هناك الصين هناك معاهدات
عدم انتشار الأسلحة النووية، والصين تدافع عنها يعني بقوة. وقبل وقت قليل، أيام قليلة، هناك تصريحات كذلك للدول الخمسة ذات العضوية الدائمة في مجلس الأمن. هناك تصريحات يعني تؤكد أنه لا يجب الاستخدام الأسلحة النووية. فموقف الصين يعني دائما في هذا الموضوع ثابت. ف يعني لا بشكل يمكن مركز أستاذ نادر، هل ممكن لإيران أن تستفيد من هذا الصراع المفتوح ما بين الصين والولايات المتحدة بغض طرف صيني وربما دعم صيني للوصول إلى هذه العتبة النووية؟ لا، أولا الصين لا تدعم الحصول إيران يعني على أو انتشار الأسلحة النووية في المنطقة. وكذلك الصين يعني تتمسك بمبدأ يعني أو يجب هناك رفع العقوبات على إيران أولا، ثم التقدم في مفاوضات يعني في مفاوضات القضية النووية الإيرانية. وعلى الولايات المتحدة تلتزم بتعهداتها أمام إيران، ثم على إيران يعني الالتزام بال يعني تطور سلمي للطاقة النووية. تمام. سيادة المستشار سالم اليامي، كنا أثرنا موضوع الخبر الأمريكي حول وجود مصانع يعني صواريخ سعودية بالتعاون مع بكين، لكن فقط هو خبر إعلامي فقط صحفي. هل لديك معلومات حول ضغوط تمارس في هذا الإطار؟ وهل أيضا لم نسمع رواية الطرف السعودي الرسمية في هذا الشأن التي ترحب تدعم تعترف كل ذلك؟ نعم، حقيقة ما قلته هو ربما عفوا ربما هو ما حدث، يعني لم نسمع شيئا من الجانب السعودي. لكن أنا أعتقد إذا عدنا إلى التاريخ وعدنا إلى ما هو معلن من العلاقات السعودية الصينية خاصة في مجال الصواريخ، أنا أعتقد أن ما قيل هو حقيقة، وأن هناك هاجسا سعوديا، خاصة إذا استقرأنا ما يعرف لدينا في المملكة العربية السعودية ب رؤية 2030. يعني هناك فيها جانب طموح حول توطين الصناعات العسكرية، ولعل كل هذه الإشارات يعني تعطينا كمراقبين يعني هذا الهاجس أو هذا الهدف، بأن ما أعلن عنه ليس يعني غير حقيقي، بل هو حقيقي وربما أكثر مما نتوقعه، لأن ليس لدينا كل التفاصيل. أعود لنقطة مهمة، وهو لماذا أعلنت الإدارة الأمريكية أو عولت الإدارة الأمريكية على هذا الخبر الصحفي. أنا أعتقد أن الوقت أو إعلانه وقتا يعني يخلو من البراءة بشكل كامل، يعني وهو كما قلنا أو تحدثت حضرتك مع السادة الضيوف حول الضغوطات. يعني أنا أفهم حقيقة أن هناك ضغوطات في العلاقات الدولية، بالعكس العلاقات الدولية بدون الضغوطات هي لا تصبح علاقة دولية، بمعنى أن الضغوطات المتبادلة بين القوى السياسية في المعترك الدولي هي جزء من عملية العلاقات الدولية، بمعنى يجب أن نتوقع ضغوطات تأمر وتنهي، تفضل وترفض في مثل هذه المراوحات. أنا أود التعليق فقط على جزئية التحالف الأمريكي الخليجي والذي تحدثت عنه الضيفة من أمريكا، حول يعني هي ربما عكست وجهة نظرها من الجانب الأمريكي، أن القضية هي تبديل ملفات، ربما تقديم ملفات وتأخير ملفات، بمعنى أن العملية مع الدول العربية أو الدول الخليجية يعني هي عملية أولويات. أنا في تقديري وكما قرأت هذه العملية أو يعني كما قرأت الرد الرسمي السعودي ومن يعني السعوديون في قمة الهرم التكنوقراطي أو في صناعة القرار في المملكة، ليس من الآن ولكن من أيام السيد أوباما في رئاسته الثانية، أنا أعتقد أن الموضوع أكثر من تغيير ملفات، بمعنى أنه طال في وجهة النظر السعودية على الأقل كما قرأتها وكما فهمتها، أنا طال ما يمكن أن نسميه بالاستراتيجي والتاريخي. كان هناك علاقات تاريخية وعلاقات استراتيجية
وعلاقات مهمة بين البلدين يعني تقترب من التحالف الرئيس. لكن أنا أعتقد أن صانع القرار في المملكة فهم أن هناك تغير، وربما هذا التغير يعني يقترب من أن يكون حقيقي أو جذري، ويعني طيب. زادت عليه الإدارة الديمقراطية. تمام سيادة المستشار، يعني قبل ما يخلص الوقت يمكن استشير أيضا ضيفتنا من نيويورك حول وجهة نظرك، حول وجهة نظرك في هذا المجال. هل فعلا هناك نقاش في الولايات المتحدة حول ليس توتر لكن تساؤل أهل المنطقة وخصوصا دول الخليج وخصوصا المملكة العربية السعودية حول هذه الشراكة الاستراتيجية التي تعود الأربعينات حتى الآن والتي يعاد قراءتها بشكل أو بآخر في الولايات المتحدة؟ هل هذه الإدارة، هل هذا المزاج سيتبدل كلما أتى رئيس جديد وكلما أتت إدارة جديدة؟ يعني ما أراه أنه على العكس تماما، أن التحالف الأمريكي مع الدول العربية هو قوي وقائم، يعني يتم تأكيد عنه في كل مناسبة، ليس هناك من تخلي عنه على الإطلاق، بالعكس هناك تمسك به ونرى براهين عنه في كل يوم. إنما كنت أتحدث عن بعض الملفات العالقة في الشرق الأوسط والتي ربما قد لا تختص بدول الخليج. نحن كلنا نعلم موضوع سوريا، ونعلم يعني رأينا أيضا جهود في ليبيا، ولكن بعض الملفات كموضوع سوريا هو موضوع يعني شائك أو مزمن أصبح ويجب معالجته، إنما الآن هو مؤخر تقريبا. بالعودة إلى موضوع التحالف الخليجي، مهم جدا ما تقولي في الموضوع السوري، لأنه يعني واضح أنه في موقف صيني داعم للنظام السوري، وفي موقف رافض من بعض الدول العربية وخصوصا الدول الخليجية للنظام السوري، وبالتالي أيضا هناك تناقض في هذا. أيضا هناك موقف روسي ليس فقط صيني، الموقف تماما الروسي فقط، لأنه موضوعنا عن الصين. على كل حال هذا يفتح المجال لنقاشات أخرى حول مستقبل الصين في هذه المنطقة ربما في برامج لاحقة. أشكرك جزيلا الشكر أستاذة نادين ساندر الصحفية المختصة في الشأن الأمريكي، كنت معنا من نيويورك. أشكر أيضا الأستاذ سامر خير أحمد الكاتب المختص في الشأن الصيني، كنت معنا من عمان. أشكر الأستاذ نادي رونغ هوان الصحفي الذي كان معنا من بكين. أشكر المستشار سالم اليامي الكاتب الباحث في العلاقات الدولية، كنت معنا من الرياض. وأشكر أيضا من كان معنا في القسم الأول والثاني الدكتور خطار أبو دياب أستاذ العلاقات الدولية في جامعة باريس، كان معنا من باريس طبعا العاصمة الفرنسية. الصين ولا الغرب حسابات الشرق الأوسط، نقاش أبعد هذا المساء. شكرا للانتباه، إلى اللقاء.